ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده مهمه جدا لكل السيدات. النهارده هنتكلم عن المشاكل المتكرره جدا في البشره، من ترهل البشره، المسامن الواسعه، عدم نضاره البشره، الوان غير موحده، اجهاد في البشره، وكل المشاكل دي متهيالي احنا يا ستات بنتعرض ليها. النهارده هنتكلم على تقنيه البلازما البي ار بي، هنتكلم عليها اكتر، هنفهمها بتتعمل ازاي، وهنفهم مدى اهميتها للبشره. وعايزه اقول لكم حاجه، انا عملتها وده اللي هنتكلم فيه، وهتشوفوا كمان كليب وانا عاملاها، وهقول لكم بقى رايي بس قدام الدكتور. ضيفتي النهارده هي دكتوره ندى رضا، استشاري الامراض الجلديه والتجميل بالليزر. مساء الخير ومنوراني يا دكتور، وميرسي على البي ار بي. انت جميله لسه هنكمل اكيد طبعا، انا لسه جلستين كمان. طيب دكتور ندى، في البدايه انت سمعتي كل المشاكل اللي انا قلتها في البدايه، المشاكل دي يا دكتور كام في الميه احنا يا ستات السبب فيها، وكام في الميه زي ما قلتي الحلقه اللي فاتت طبيعه بشره؟ المشاكل اللي احنا فيها بتاعت فقدان النضاره، فقدان اللايفلي اللي هو تبقى شكلك صحي وشكلك نضر ومش محتاجه انك تحطي كونسيلر او محتاجه انك تحطي بلاشر، هي مشاكل اولا عوامل بيئيه، عوامل بيئيه من ناحيه التلوث الموجود في البيئه، تعرضنا للشمس بشكل ضار، عدم اعتناء بالنظافه. احنا كتير قوي بنقعد مثلا بالثمان ساعات او تسع ساعات ما نغسلش وشنا واحنا بره البيت، ده في بيئه ملوثه ده شيء ضار جدا. عوامل السن برضو، كل ما تقدمنا في السن الجلد بياخد النضاره بتاعته. احنا تقدمنا في السن يعني فوق 32 سنه، عشان احنا البطاريه بتاعت جلد كل اعضاء الجسم في حاجه اسمها ميتوكوندريا في كل خليه. ميتوكوندريا بالعربي يعني البطاريه، عشان نحفظها كده. يعني احنا بنبدا نكبر من 32 سنه. هتلاقي فقدان النضاره ابتدى يحصل، مش لازم اقول انا لسه صغيره، لا، من 32 تبتدي بقى تقل، 32 34 تبتدي حضرتك تلاقي بقى فقدان النضاره شويه، الشعر بيفقد نضارته، بيبتدي يتساقط اكتر. فلازم نبتدي نهتم، نهتم بقى بالعلاجات المختلفه اللي احنا هنقولها. طيب من وجهه نظرك للبشره يا دكتور، ايه بجد كدكتوره نصيحه للناس، دي اوحش حاجه للبشره تجنبوها؟ اوحش حاجه الشمس، التعرض المباشر لاشعه الشمس لمده طويله من غير وجود كريم واقي للشمس، والتدخين. التدخين عامل ضار جدا، سواء مدخن اكتف او باسيف، يعني لو هي بتدخن او قاعده في بيئه مدخنه. وعدم الاهتمام بنضاره البشره من تنظيف جيد ووضع كريم مرطب، يعني كله برضو، اولهم الشمس، اولهم الشمس، والتاني التدخين وعدم العنايه. طب دكتور احنا النهارده بالاخص هنتكلم على البي ار بي، البلازما. عرفي الناس الاول ده ايه. البليتت ريتش بلازما هي عباره عن الصفائح الدمويه الغنيه اللي موجوده في البلازما. دي اللي احنا بناخدها من الدم، احنا بنسحب تقنيه بسيطه جدا، لو الفيديو موجود هنشوف ان احنا بنسحب حوالي 10 سنتي من الدم. تحبي نحط الفيديو؟ طبعا. تعالوا نشوف يا جماعه الفيديو بتاعي انا وانا بعمل والدكتور هتشرح عليه. احنا بنسحب حوالي 10 سنتي من الدم، 10 سنتي من الدم ده بيبقى عباره، ده بيدخل الكلاينت، بيدخل العياده، بيبقى موجود عادي جدا. نشوفه بليز. دكتور اشرحي لنا حصل فيها ايه. اوكي. احنا سحبنا من حضرتك 10 سنتي دم، وال10 سنتي دم حطيناهم في جهاز طرد مركزي، طلعوا لنا اللي هم السرنجات الصفر اللي احنا شفناهم دول. دي البلازما. اللي هي بليتت ريتش بلازما، اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح. البلازما الغنيه بالصفائح دي بعد ما سحبناها رجعنا حقناها تاني على طول ايميديتلي. اللي اتسحبت العينه حضرتك خدنا اهو الدم، واتحط في الجهاز، اهو طلع ال10 سنتي دم اتحطوا في جهاز طرد مركزي. التيوب اللي في الجهاز نفسها بتبقى فيها عوامل محفزه وعوامل تخلي، هو ده الجهاز.
تخلي البلازما تطرد مع جروث فاكتورز، مع عوامل مساعده للنمو. التيوب ذات نفسها، التيوب نفسها مش أوكي. اي تيوب، التيوب نفسها، عشان كده هو السعر كله في التيوب. اوكي. وبعدين بنحط بقى البلازما في سرنجات صغيره زي ما احنا شايفينها كده، بسن انسولين، بسن ابره الانسولين. اوكي. عشان ما تبقاش مؤلمه بنحط كريم موضعيه على البشره وبنشيله، والحقن بيبتدي بحقن في الحتت الضعيفه اكتر، عاده بتبقى المسام اللي هي موجوده في الشيكس عند الباتر فلاي، منطقه الفراشه، المسام اللي بنحقن الجبهه، بنحقن بسرعه يعني زي هو بس ماشي بسرعه شويه الشريط. بنحقن بالظبط كده، بتخلص النو تايم. انت حاسه تقدري تقولي وجع كان ولا إيه؟ ولا الهواء ما كانش في وجع، وقت ما انت كنتي بالابره بالابره ودي ما بتاخدش جزء من الثانيه، ومفروض الوش طبعا بيحمر. انا عايز اقول لحضراتكم من ساعات الممثلات هوليوود يقول لك انا عايزين كيم كارديشيان، هو كارديشيان فيس ده اللي كل البنات بتطلبه، اللي هو بيبقى حاجه اسمها فامباير او وش مصاصي دماء، اللي هو لازم يبقى احمر كده. الاحمر ده داني فايتاليتي، بيبقى احمر في الجلسه بيبقى اقل بعدها. وفي ناس على فكره علقت على اللايف فيديو ان هو كان وشك وارم شويه، طبعا نتيجه الابر يعني الابر الشديده اللي انا بحقنها دي. بس انا على فكره عايزه تلت ساعه مثلا، تلت ساعه. انا عايزه اقول لكم حاجه، ما انا روحت البيت ولا الهوا. يعني بص انا دلوقتي مخضوضه من الصوره دي. كنت وارمه كده، انا مخضوضه من الصوره دي، بس دي روحت البيت ولا حاجه. طب دكتور عايزه اقول لك حاجه دلوقتي، الدم اللي بيتسحب ده، هل قبل ما بنسحب الدم او بنعمل اي حاجه هل لازم تكشفه على المريض؟ هل بتعرفوا عنده امراض معينه؟ هل ينفع لحد تقولي له لا مش هينفع تعمل التريتمنت دي؟ هو عاده لو حد يبقى عنده، احنا دايما نسال على السيوله، لو انت بتاخدي ادويه سيوله دي سالتك عليها، ادويه سيوله لو بتاخدي ادويه معينه ليها علاقه بالكرونيك انفكشن يعني أوكي. التهاب طويل مزمن أوكي. زي التهاب كبد، التهاب في الرئه او حاجه، عشان بتبقى واخده لها تريتمنت، تاخدي لها علاجات مؤثره. لو عندك دور حراره شديد، لو تعرضتي لنوع من انواع بعد الشهر، اي حد بياخد ثيرابي لانواع من الاورام او حاجه دي الحاجات اللي بتمنعنا ان احنا ناخد نعم حاجه زي كده. لكن عاده من الاسئله اللي بنسالها بنتاكد. طب لو حد كان عنده مشكله صحيه قبل كده كان عنده، بنطلب ساعات تحليل. أوكي. لكن لو ما كانش عنده مشكله وصحته العامه طبيعيه ولا. اي بالغ فوق 18 سنه ممكن يعمل البي ار بي. طب هل بتختلف الـ العينه اللي انتوا بتاخدوها على حسب السن، الصحه؟ يعني انت حقنتيني، ممكن لو حد اصغر مني صحتها تبقى احسن، فاهمه؟ او حد طبعاً. اكبر او حاجه. هو البي ار بي بيبقى مناسب لاي حد بالغ، يعني بخلي يعني 18 او 21 سنه. أوكي. ولد او بنت، وبيبقى مناسب للبشره على حسب نوع تهالكها شكله ايه. في بشره تبقى متهالكه جامد فبضطر احط لها حاجات زي ستام سيلز او ازود عليها خلايا جذعيه، او في بشره تبقى نوعا ما صحيه صغيره شويه شابه كويسه. انا وانا بانشنج للسكين لما بقرص الجلد بقدر اعرف سمكه، يعني دي حاجه انا مش ما عنديش مشكله الوش يبقى رفيع. اوكي. بس لما امسك جلد الاقي مش المفروض ان احنا لما نعمل كده نمسك الجلد، تمسكي في حاجه ريلاكس تلاقي الجلد لوس كده. أوكي. لا ما اقدرش، انا الجلد ده ما بحبوش، لازم احقنه، لازم الجلد يبقى تخين يعني. أوكي. الوش رفيع بس احقن الاقي جلد. هو ده اللي بيعمله البي ار بي، ان انا بزود عدد او سمك طبقات الجلد، بخليها نضره، بخليها شابه تاني، لكن مش ان انا ما بيتخنش الوش ولا بيورم. لا خالص، ما هو زي ما هو. لكن هو سو سيمبلي بس، او ببساطه ان هو بيخلي الجلد طبقاته ترجع هيلثي تاني، ترجع صحيه تاني. طب دكتور هو بيعمل ايه جوه؟ يعني دلوقتي انت حقنتي، ايه اللي بيحصل جوه في وشي دلوقتي؟ اولا نفس الشكشكه دي بتعمل اريتيشن، بتعمل ازعاج للكولاجين والالاستين، حتى زي الرولر او زي اي حاجه الديرما بان يعني. في الم برضو بيستخدم، احنا عملنا لك الطريقه السريعه انك انت كان يوم تاني يوم عندك تصوير. صح. لو تفتكري. صح. قلت لك انا نفسي يبقى قلبي اعمل لك بحاجه ثانيه، هو الديرما بان او ديرما رولر. دي بقى نفسها العمليه دي، الشكشكه البسيطه دي بتخلي الكولاجين والالاستين مع اللي احنا بنحقنه يربط في بعضه جامد. اوكي. فبيشد مع العوامل اللي احنا بنحقنها، المسام بتقفل. اوكي. الجلد نفسه لو في تهدر خفيف بيشد. اوكي. لو عندك مثلا اثار لحب الشباب او كل الكلام ده بيرفضها الجلد، لان الجلد الصحي بيطلع. اوكي. طبقات جديده من الجلد بتتجدد، فاي حاجه قديمه بيرفضها. اوكي. فده طبعا بيدي نضاره. طب ده دي دكتور دلوقتي انا ايه، هنسيب الحلقه واسالك على نفسي بقى. وشك لما احمر كده نتيجه ان هو التفاعل مع الماده بتاعتك، جلدك تفاعل معاها. وانا لو ما كانش وشك احمر ورم كان معناه ان وشك مش متقبل الماده، مش نوت رياكتنج، مش بيتفاعل مع الماده. فانا لما بشوف الوش تحت ايدي يعني بيلتهب او في الاحمرار الخفيف ده، ده معناه ان هو بيتفاعل مع الماده. بيتفاعل. ده بالنسبه لي حاجه كويسه. طيب حاجه ثانيه يا دكتور دلوقتي، انا عملت من يومين صح؟ اي بيشنت يعمل المفروض بعد كده نعمل كام جلسه؟ والفرق ما بينهم بيبقى قد ايه؟ المينيمم 3 جلسات، يعني هيبان الايفكت بعد 3 جلسات، ان عمر ما الكولاجين والالاستين من الحاجات اللي بتاخد وقت عشان يحصل لها ريمولدنج، تقدر تترابط وتتشابك تاني، عشان يحصل لها كونجوجيشن تترابط وتتمسك تاني، مش هتتمسك في الجلسه،
لازم اسيب لها وقت وارجع اعيدها احفزها تاني. فمينيمم 3 جلسات. ليه 3 جلسات يا دكتور؟ هو السات نازل يعني اما نزلت التكنولوجي بتاعته قالت لك ان هو 3 جلسات عشان في الثلاث جلسات فرق شهر او 3 اسابيع هيكون حصل نمو كامل للكولاجين الاستين ويحصل له ريمولدنج يمسك مع بعض كويس، طبقات الجلد ترجع تتجدد في خلال الفتره دي، وكذلك برضو للشعر. خلي بالك البي ار بي برضو للبشره. بينفع الايه تاني يعني؟ ما احنا هنتكلم في الموضوع، لكن هي فبندي له وقت عشان يحصل ريجروس، يحصل اعاده نمو للحاجات اللي احنا بنحقنها. طب دكتور المفعول بيروح بس انا عايزه اقول حاجه كويسه جدا، معلش انا اهم حاجه قبل الجلسه نشرب سوائل. احنا ما قلنا يعني قبل الجلسه سوائل كتير 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 عشان اطلع بلازما حلوه. تطلع وبعد الجلسه تشربي ميه شويه وتشربي وتحطي واقي للشمس. واقي للشمس ما فيش اي تعليمات. بنحط ساعات كريم مضاد حيوي عشان خاطر مطرح ما حقنت ابر كتير، فبنحط مضاد حيوي عشان نتجنب يحصل التهاب او عدوى، وده عاده ما بتحصلش. لكن بريكوشن يعني احتياطات، بنحط كريم مضاد حيوي وبنحط واقي للشمس وعاملها بالنهار. واقي من الشمس. طب سؤال دايما اكيد الستات عايزه تساله، هو ده مفعوله بيفضل لحد امتى؟ ست لسبع شهور. ست لسبع شهور على حسب حضرتك وتعرضك للتلوث. يعني لو حضرتك قاعده في ما بتشتغليش اكيد طبعا ما بتحتاجيهوش كتير، بتحتاجي مثلا 3 أو 4 جلسات وتقعدي مثلا عليها 6 7 شهور. مش محتاجه هي العيانه او الكلاينت، العميله ما سماش عيانه، هي الزبون كلاينت هي اللي بتحس ان النضاره طفت. يعني احنا بنقول 6 شهور، في ناس بتطفي بعد 7 بعد 9. بس ليه دكتور انا بقى سؤال، ليه هتطفي؟ عشان انا بكبر ولا عشان بكبر؟ عشان لكن التلوث. لكن الايفكت، ما انا يعني انا نشطت الخلايا عندي، نشطت الالاستين الكولاجين. بس انا قايله في الاول الميتوكوندريا معايا تعبانه شويه، البطاريه بتاعتي بعافيه شويه فانا لازم كل شويه انشطها يعني. مش هقدر انا انشطها مره طول العمر يعني. في ناس تقول لك ايه انا هرجع اعيده تاني. حضرتك عشان ربنا يديك طول العمر تكبري، واحنا اوريدي مش هينفع ان انا اعمل حاجه مره. يعني حضرتك ما بتقصيش شعرك مره، ما بتعمليش قعده صبغه مره، ما بتهتميش بنظافه اسنانك مره، فبالتالي نفس الحكايه للجلد. انا مش ممكن هعمل عنايه، لان السؤال ده بيطرح كتير. انا عشان كده بسالك. هنعيدها لان زي ما حضرتك بتعيدي كل شيء، بتقصي ضوافرك، كل يعني كل حاجات بنهتم بيها مش مره واحده بس. طب سؤال تاني دلوقتي، انت ذكرتي ان هو ممكن ينفع لحاجات تانية البي ار بي. طبعا ينفع لايه تاني؟ احنا على فكره احنا غشيناها الجلد وخدناها من بتوع العظام. يعني كانت اصلا لاصابات الملاعب للعيبه الكوره كانت يعني بتعمل اعاده نمو للغضاريف اصلا. اللي استخدموها جراحه العظام والعلاج الطبيعي. بعدين احنا الجلديه خدناها وخدوها بتوع الاعصاب، ولينا في الجلديه بتنفعنا في الشعر، في تساقط الشعر، سواء تساقط الشعر الوراثي او تساقط الشعر الكربي اللي هو اسمه ستريس، اللي هو نتيجه تعامل نفسيه، عزال، فقدان حد، حادثه او مرض دور حراره، تساقط الشعر الكربي او ان هو تساقط الشعر الوراثي. فكتير جدا البي ار بي بيخدمنا في الموضوع ده. طب لو تساقط الشعر اللي بسبب الكربي اوكي، هل ده ممكن بنعمله مره وخلاص او يعني 3 جلسات؟ ثلاث جلسات. ثلاث جلسات بس وخلاص. ده ممكن بعد كده بتمشي على سبلمنتس بقى في البيت، بتمشي على مكملات غذائيه وبتمشي على سبراي ترش وترجع تشوف اشوفها كمان سنه. سنه بتشوفي. طب سؤال يا دكتور، الناس بتعمل بي ار بي امتى تقدر تعمل اي حاجه تجميليه بعديها؟ يعني مثلا لو عايزه روتوش، بوتوكس، فيلر، وات ايفر انت شايفه هي محتاجاها بعد الجلسات. بعد اسبوع. بعد اسبوع. بعد اسبوع بس، مجرد ان البي ار بي عشان اجهاد البشره بالسن الابره. يعني هي البي ار بي نفسها ماده كويسه جدا للبشره، بس انا زي ما شفتي بجهد بقعد بوزعها على الوش كله. مثلا انا ممكن اكون دخلت في وشك وخرجت اكتر من 40 50 نيدل، 50 شكشكه، فلازم بس اريح الهيجان اللي انا عملته بسن الابره او بالديرما رولر او بالديرما فان. ما هو انا يعني بس اي حاجه مفضل يبقى بعديها باسبوع. بعدها باسبوع. بعد كده لو عايز تعمل بقى ساعتها فيلر، لو عايز تعمل بوتوكس، لو عايز تعمل ثريدز، لو عايز تعمل بيلينج تقشير، كل ده بس بعد البي ار بي باسبوع. طيب انت بتفضلي لان ده وقت ما عملنا اللايف فيديو انا شفتها على صفا، بتفضلي ان انا مثلا الواحد لو هتحقن بوتوكس وفيلر تعمله الاول وبعد كده تعمل بلازما، ولا العكس، ولا مش فارقه؟ انا من الناس المدرسه هي مدارس، في ناس ما بتفرقش معاها خالص، بس انا من الناس اللي بحب اعيد نظره البشره واشوف اخبارها ايه. يعني احب ان انا امسك الجلد بالظبط، لان بعد جلسه او بعد يعني بعدها باسبوعين هبتدي احس الجلد ده هيستجيب معايا لايه. لان ساعات يبقى الجلد فيه رينكلز ضعيفه جدا، خطوط ضعيفه جدا بتروح بالبلازما. يعني البي ار بي مثلا ممكن ساعات يبقى البشره مجهده، تحس ان حوالين البق او حوالين العينين. وانس عملتي جلستين بي ار بي تحس انها مش محتاجه بوتوكس. لا انا فعلا حسيت ان هنا راح، يعني اكني مثلا حقنه
وانا مش حقنه ومش عامله حاجه. مش حقنه ولا عامله حاجه. ولا عامله اي حاجه. بس هي بتروح لسه على حلاوه يا دكتور؟ طبعا الثانيه جلسه ثانيه. انا ولا حاجه انا لا لا لا. لسه مشيتي على حلاوه اكتر. طبعا الجلسه الثانيه والثالثه بتفرق، بعد الثالثه بتفرق جدا كمان. طب دكتور سؤال غريب جدا بس عايزاكي توضحي لي، يعني ايه الحاجات اللي بسمعها وحاجات برده منتشره قوي على السوشيال ميديا، اصل الكريم ده جواه بلازما، ده يعني ايه يا دكتور؟ ما اعرفش انت سمعتي على الحاجات دي. طبعا الحاجات الابلايد والحاجات اللي محطوطه جوه الكريم. هل دي صح الغلط؟ هل ايه دي؟ انا عندي حاجه اسمها دراسه مصمته او بلاسيبو ستادي، اللي هي لما بعملها اشوف عملتها على 100 عيانه هل ادت الايفكت مع ال 100 عيانه ولا لا. بمعنى ان انا مثلا انسولين بيعالج السكر في كل عينين السكر اللي هم عندهم دايبيتس تايب 2، فده بالتالي ده علاج اكيد. لكن في ناس تحط كريمات عندها بلازما بشرتها تتحسن، وفي ناس ما بتتحسنش. الحاجات الابلايد اي كانوت، انا ما اقدرش الحاجات الموضعيه اللي بتتحط. لا اصل بيقارنوها بالبلازما. لا يعني دي حاجه ودي حاجه. ما دي اتقالت لي وانا قاريها اروح اعمل كذا وانا عندي كريمات بتقولك بتعمل تكبير للشفايف، كريم بيحط تكبير للشفايف، دي حاجات بتدي ايفكت مع ناس وما بتديش ايفكت مع ناس، ده الوصفات الطبيعيه. لكن الحاجه المثبته هي حقن البلازما، حقن البليتلتس الصفائح الدمويه الغنيه، البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه هي دي الحاجه المثبته اللي اقدر اوحدها. لكن كريمات ممكن تفيدك ما تفيدنيش، لكن هي الحقن هو الشيء المفيد اللي بيبقى مظبوط ان هو علميا بيفيد. طب دكتور انت لما عملتي لي في الوش ما جيتيش جنب الرقبه خالص، ليه؟ هل ما بيتعملش جنب الرقبه؟ لا بالعكس بيتعمل في الرقبه. طب ليه ما عملتيش؟ بتحمر زي انت، كان انت مشكلتك كان تاني يوم عندك تصوير. فجلد الرقبه رفيع قوي وجلد الديكولتي اريا رفيع، لو عملته بيحمر ما بيقعدش تاني يوم يبقى طبيعي، هياخد مني يومين ثلاثه. ما انا لازم برضو اراعي ظروف المريضه او الكلاينت، هي عايزه تاني يوم تبقى كويسه. لكن لو جت قالت لي انا ممكن اقعد معاكي 3 4 ايام وشي او رقبتي محمره، و طبعا اعمل لها رقبه وديكولتيه. يعني الرقبه وديكولتيه. في حاجه ثانيه يعني انت قلتي في الشعر، في حاجه ثانيه في الجسم ممكن بتتحقن بتحسنها بتدينا نضاره؟ بتحسن برضو الستريتش ماركس، بتحسن عندنا علامات علامات التشقق الحمراء. الحمراء البيضاء او البينكش. البيضاء اللي ليها علاجات ثانيه ليزر وحاجات ثانيه، لكن بتحسنها كتير جدا. بتحسن عندنا نضاره حتت معينه في الجسم زي اليدين، احنا ساعات كتير جدا بنحقن بي ار بي في اليدين. دي حاجات من الجميله جدا. الشفايف بنحقنها برضو بي ار بي على فكره. اعتقد انت عملتيني شفايفك واكتر حاجه ورمت على طول ساعتها. دي ورمت على طول يعني، وشفت شكل شفايفي لو حقنتها ولا مش عايزه. بس اما رجعت تاني، اما رجعت تاني حسيت ان جلد شفايفك انعم. طبعا 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 مختلفه. لكن هي ساعه الحقن طبعا كله بيورم، عشان كده كان في اللايف فيديوز كومنتات كتير قوي جالك انت ورمتي قوي قوي. انت ورمتي، انت ورمتي. الفتره اللي بعدها وشك يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، مش عشان الدكتوره قاعده قدامي انا وقت اللايف فيديو، لا ده حقيقي. انا حطيت شويه تلف، انا على بال ما نزلت العربيه اللي هو بعديها بثلاث ارباع 45 من سنه ولا الهواء. يمكن كان في مكان مثلا طبعا في ساعات بيبقى بروزز. ما انا ما جاليش حتى بروزز، انا جالي بس اكن مكان، اكن مكان قرصه ناموسه، مكان بالزبط. مكان كانها قرصه حته حمراء كده. طب عموما يا دكتور طبعا كل بشره بترياكت مختلف عن التاني بالزبط. بس ايه التعليمات برضو اللي تديها؟ لان هل بس تلج والكريم انت اديتيه، مش عايزه اقول اسم بس مضاد حيوي، مضاد حيوي، مضاد حيوي وتلج، وتلج هو بس ده. ولو حضرتك عاملاها بالنهار بتحطي كريم واقي للشمس، لكن ما فيش اي حاجه تانية. في ناس بتقعد تقول ما بحبش تتعرضي، ما بحبش حضرتك تتعرضي للساونا، ما بحبش الساونا او الحراره، ما بحبش ان يوميها يبقى فيه جهاد عنيف على البشره. ما بحبش ان يوميها يحصل عمليه تشقير للشعر، عشان كتير جدا بعد ما بيروحوا بيكلموني في كول سنتر ممكن تشقر شعر وشها. لا ما فيش دايما الجلسه نتعرض لاجهاد. لا ممكن تحط ميك اب بالليل وتخرج تحط فاوندر. ما عنديش مشاكل خالص، وتغسل وشها كويس. ما فيش داي برضو ندعك الوش جامد بالفوطه، يعني مفيش داي ان احنا اجهاد. مش نعمل سكراب مثلا، ما حبكتش يومها بالظبط. زي مثلا يوم ما تعمل بي ار بي شعرها تقول لك ممكن اصبغ شعري، ما فيش داعي يوميها تصبغ يعني شعر. ليه يعني خلاص يعني يا ترى على الدكتور رح تبوظه تاني ولا ايه؟ بالظبط يعني حتى كفايه مجهودي يعني حرام مجهود يعني الدكتور راح تبوظه تاني. طب التعليمات دي اكيد يا دكتور بتقوليها هنقول كلاينتس لانها حاجات مهمه ممكن تبوظ. تاخدها ورقه وهي ماشيه بتقراها، هي عاده بتقراها قبل ما تخش تعمل الجلسه وبتوافق، وبعدين وهي خارجه بفكرها بيها فبديها لها تاني. طب دكتور ندى يعني ايه بشره تكون صحيه؟ ايه شكل البشره الصحيه؟ البشره الصحيه بيبقى لونها كويس اول حاجه، اللون لونها نضاره لونها مش لون شاحب، خاليه من العيوب اللي احنا بنقول عليها سواء بوست اكني سكارز اثار حب الشباب او التصبغ ان في الوان او الخطوط الرفيعه والتهدل. دي علامات البشره الصحيه. لما ماسكها البينشنج بقى اللي هو التست بينشنج، بتمسكي طبقات مش بتمسكي جلو سكن. ودايما اقول لهم الفرق لازم يكون واضح بين جلد وشك وبين جلد ايديكي. جلد ايديكي بتمسكي طبقه رفيعه ماشي اوكي، لكن ما اسمحش ان جلد ايدك ده يبقى موجود على الوجه. طب دكتور ندى احنا بنكبر، هل ممكن نكبر ويبقى عندنا تجاعيد بس بشرتنا تكون صحيه؟ طبعا،
اوكي ده نوصل له ازاي؟ لما حضرتك تهتمي بالبشره زي ما قلنا تنظيفها وكريم واقي للشمس وكريم تغذيه بالليل. طب وايه وتعملي بقى ميزو او بي ار هو ده اللي انا عايزه اعرفه. عنايات بقى. كل فين وفين تعمليها؟ يعني انا بقول لو راحت للدكتور الجلديه ككونسلتيشن كاستشاره مره في السنه تشوف ناقصها ايه ده كويس جدا. هي هتكبر حاجه اسمها ايجينج جريسفلي بالظبط. طب احنا عايزين يا دكتور كده نعمل زي بروجرام بسيط للناس. انا عليا الكريمات والحاجات وطول النهار بعيد وازيد فيها وات يوز وات نوت يوز. شرب الميه وشرب الميه والتغذيه ايه الحاجات التجميليه اللي انت كدكتوره بروفيشنال تنصحي الستات بيها كل 3 اشهر 6 اشهر زي ما احنا بنروح ننظف بشرتنا عند خبراء تجميل؟ بالظبط كده زي ما إيه بقى؟ اول حاجه تروحي للدكتور عشان هو هيعمل لك عمليه تقشير سواء كيميائي او كهربائي او وات ايفر عشان ازاله الخلايا الميته. اوكي يعني ما ينفعش يبقى على وش حضرتك بنعمل اي حاجه وجلد ميت. احنا عندنا جلد زي ما بتعملي سكراب للكوع زي انا سيبيه الوجه بس اعمله جود اكسفولييشن اقشر طبقاته الميته بطريقه صحيه. ده رقم ده اي حد طبعا ده اي حد أوكي. ده اي حد فوق سن معين تبقى بشرته بتتعرض لاجهاد. أوكي. يعني في ناس بيتعرضوا لاجهاد في البشره اكتر من ناس بيشتغلوا اكتر 18 أوكي. ساعه مضيفات اللي في عاملين في الاستوديو عندهم صح. اضاءه دول عندهم اجهاد اكتر من ناس ثانيه صح. فده اكسفولييشن. تاني حاجه تغذيه البشره بمواد طبيعيه او مواد زي الميزو اللي هي الفيتامينز حقنها بطريقه طبيه او بالديرما رولر او بالديرما بان على حسب هي تتحقن. كل جلد وليه دبس ليه عمق. طب هوقفك هنا بس يا دكتور، هل الحاجات اللي بتتحقن دي مختلفه؟ يعني على حسب انا بجي لك انت بتشوفي طبيعه بشرتك طبعا بشوف انت محتاجه ايه وبتحقن ده مش حقن ده بالديرما رول بالديرما رولر او بالديرما بان مش بالنيدلز كده بس هي أوكي. الديرما رولر والديرما بان من حلاوتهم ان هم بيسيبوا الوش احمر لمده 3-4 ايام. اوكي فساعات ناس تقول لك لا انا نازله الشغل بكره أوكي. فما اقدرش انك تخلي وشي يعني احمر أوكي. يومين ثلاثه بس انا بحبه يعني بحب الديرما بان جدا والديرما رولر. طب دي حاجه تتعمل يعني التقشير وبعد كده حاجه حقن بقى يا اما ميزو يا اما بي ار بي كل قد ايه؟ كل ثلاث جلسات برضو الميزو ده هنتكلم عليه في حلقه ثانيه. الميزو بيتحقن على حسب بنحقن انهي كوكتيل، لو بنحقن حاجه تنشط الخلايا أوكي. او بنحقن حاجه ضد التصبغ او حاجات ضد الرينكلز ضد أوكي. التجاعيد واكوردنج ليها هعرف بالظبط هجيب الكلاينت كل قد ايه وكل عيانه وجلدها يعني في ناس بجيبها كل 3 اسابيع في ناس بجيبها كل اسبوعين على حسب هي محتاجه ايه. لكن ايه العنايه عند دكاتره جلديه هو يا اما الميزو يا اما البلازما اللي انا عاملها او اما التقشير بقى احنا التقشير بدرجاته سواء تقشير كيميائي احماض السكر او احماض طبيعيه او احماض مصنعه زي ترايكلورو اسيتيك اسيد اللي هو اسمه تي سي اي. طب دكتور ندى لو واحده ابتدت زي ما انت بتقولي احنا بنبدا نكبر من سن 32 او هنقول 30 لو واحده ابتدت فعلا بالفعل انها تحتني ببشرتها في البيت الواقي من الشمس تتغذى سليم تشرب ميه تعمل تريتمنت دي ولو مره في السنه على حسب الكورس الكورس بس خلص الكورس مره في السنه انا دي انا اتعهد لها كتابيا انها شيز جوينج لحد ايج 42 42 سنه بشكل لائق جدا جدا جدا. طب وبعد 42 هنعمل حاجات ثانيه بقى يعني بعد 42 أوكي. اكيد هلجا للبوتوكس عشان ما نبقاش بقى من يعني ممكن لحد 42 ما تعملش بوتوكس طبعا لو هي بتهتم كده طبعا ما ترجعش للبوتوكس او الفيلر بعد لحد سن معين بس تكون باديه معايا من بدري. ثلاث ارباع الناس حضرتك بتجينا البوتوكس وفيلرز في سن ال40 ما بتكونش عملت اي اجراء في الثلاثينات. بس دكتور ندى كمان حاجه ما احنا ما كانش عندنا الحاجات دي برضو الحاجات دي ظهرت طبعا الحاجات دي ظهرت يعني ظهرت والحمد لله ظهرت دلوقتي كويسه وفي مراكز طبيه كويسه ودلوقتي منتشره وبتقدم خدمه كويسه وبتقدم خدمه بسعر مناسب وحوالينا في كل مكان موجودين في كل حته فدي من الحاجات لا طبعا كويسه جدا. لا انا بقول ان من 20 سنه ما كانش فيه الحاجات دي هو من 14 سنه ابتدت من 14 سنه ابتدت تنزل بقى في الماركت بشده يعني ابتدت وابتدت الناس تلجا لها في دول اوروبيه بعدين دول عربيه شقيقه بعدين مصر دخلت فيها على طول من 14 سنه من 14 15 سنه. طب تحب تقولي ايه في الاخر يا دكتور كده؟ احب اقول ان العنايه بالبشره شيء جامد يعني جميل جدا وان احنا لو اعتنينا ببشرتنا واحنا صغيرين هنوصل بيها لسن الاربعينات والخمسينات من غير تدخل عنيف خالص أوكي. مش هنبقى فيه تدخل عنيف من الدكتور. العنايه بالبشره شيء سهل وبسيط تاكلي اكل صحي تشربي ميه كويس تبعدي عن التدخين كريم واقي للشمس وشويه علاجات بسيطه جدا 3 جلسات ل4 جلسات في السنه ما اعتقدش انها مكلفه او انها مكلفه من وقت او مجهود
بالنسبه للناس اللي بتروح لحاجات تانية، بيروحوا الكوافيرات، بيروحوا المانيكير، بيروحوا كام، لا وبعد كده يصرفوا اكتر على بشرتهم بعد كده. اه بالظبط، بيرجعوا بعد كده على بشرتك اكتر بكتير، وخليها عاده يعني، خليها تهتم ببشرتك وخليها انها عاده. دكتوره ندى بجد نورتيني، اديتي لنا تيبس كتيره جدا وبجد بشكرك. ثانك يو. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.